السلام عليكم الإخوان، أتمنى أن تكونوا بخير. في هذا الفيديو بغيت نهضر على الكلام الإيجابي وما يصنعه على قلوب الآخرين وعلى نفوس الآخرين. الكلام الإيجابي يا الإخوان دايما خصك تكون متفائل وتكون محفز للآخرين وتكون واحد الإنسان اللي هو إيجابي، اللي فيه طاقة إيجابية، اللي كينفع الناس. راك خير الناس أنفعهم للناس، أو لك يقول من أسعد الناس من أسعد الناس، من أسعد الناس من أسعد الناس. دايما خصك تكون إيجابي، حاول تزرع تحفيز ولا الطاقة الإيجابية في ولدك ولا في بنتك ولا في خوك ولا في راجلك ولا في المرأة ديالك، وشي يبتسم لشي، شي يدفع شي، شي يعاون شي، شي يحفز شي، وهكذا الدنيا. دايما ابتسم، وكيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الابتسامة في وجه أخيك صدقة. الابتسامة عباد الله، الابتسامة، وابتسم، الابتسامة في وجه أخيك صدقة. ما تكونش دايما مغنزر، دايما معصب، دايما متوتر، دايما ما عارف شنو. ولدك، عندك ولدك كيقرا، حاول تشجعه، حاول تحفزه، حاول دايما قل ليه الكلام الإيجابي، قل ليه الكلام الزوين: تبارك الله عليك، ما شاء الله عليك ولدي، ما شجعه، شجعه، واخا يجيب أسيدي 5 4 6 3، شجعه مزيان هذه، ولكن كان عليك تخدم هنايا، إن شاء الله هنايا كذا، زيد ولدي زيد بالكلام الطيب، باش حتى انت كتشجعو حتى انت كتحفزو. ماشي كتقول له الكلام، اي واحد مسؤول، اي واحد مسؤول انه يقول كلام ايجابي يشجع به الناس الاخرين. دائما راه الخلق هو كل شيء، الخلق هو كل شيء عباد الله، راه الاخلاق، انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. يعني اذا مشاو الاخلاق راه مشى كل شيء، الاخلاق هما كل شيء. حاولوا تزرعوا الطاقه الايجابيه في ولادكم، حاولوا تزرعوا شي حاجه اللي مزيانه. راه ملي كتعصبوا على ولادكم، كتضربوهم، ما كتجلسوش معاهم، ما كاينش ديك التواصل، ما كاينش ديك الطاقه الايجابيه، ما كاينش ديك الرضا، ما كاينش ديك التلاميذ ولا ديك الطلبه ولا ديك الناس ولا ديك الجيل كيطلع معصب، كيطلع مخربخ، كيطلع ما كيسمعش، ما كيتواصلش، ما كيسمعش الهضره، ما دائما كيطلع عنيف، واحد الحلاش، حيتاش هو الوالد ديالو عنفوه، ولا الناس المسؤولين اللي عليه، الاولياء ديالو كيعنفوه. دائما خص الطاقه الايجابيه تكون حاضره، انت خصك تكون مشجع للناس الاخرين. دائما خص ولدك تزرع فيه الطاقه الايجابيه، تشجعه، تشجعه بالكلام الجميل، خصوصا المراهقين. المراهقين ملي كيكونوا صغارين، سواء البنات ولا الاولاد، خصهم الكلام الجميل. ملي كتكون بنتك تقول تبارك الله عليك، جات معك السبنيه، تبارك الله عليك يا بنتي، الله يرضي عليك يا بنتي، زيد بنتي، زيد كذا، كتحس بشي حاجه، كتحس انها انت ولا انت كتهتم ببنتك، يعني كتحس انها محبوبه، عندها واحد العاطف، واحد الحنان، واحد. ولكن انت هذيك التواصل ما كاينش، زيد عمل هذه، غير اوامر وصافي، اوامر، عمل هذه، زيد هذه، زيد، ما كاينش ديك الحنان، ما كاينش ديك العطف. فاكيد انها غتمشي لواحد الفضاء لا برا، تسمع الكلام زيوان، تسمع الكلام حلو، تسمع اللي رضى عليها، تسمع اللي عطف عليها. فاكيد ما تقولش اليوم ولا غدا راه بنتي خرجت على الطريق، ولا بنتي ما عرف شنو، ما بقاتش كتقرا مزيان. بنتي دائما خص الاهتمام، انا كنهضر بصفه عامه، الاولاد ولا البنات، دائما خصكم تقربوا من ولادكم. دائما ولادكم بحال الاصدقاء، بحال دائما تحسوا بهم. عندك شي مشكل ولدي يا بنتي، عندك شي مشكل هادي كذا، نعاونك. دائما تقرب، تقرب من ولدك، ما تخليش ديك الحاجز، ماشي اب صافي السلام عليكم بخير مزيان قريتي صافي سير راجع الدروس ديالك اولدي، هو جلس معاه، شنو خصو، شمن شعبه بغا يختار، شنو كيقرا، شنو الهدف ديالو، شنو الميولات ديالو، واش عنده شي نقص في القرايه، واش عنده شي نقص هنايا، زيد ولدي شنو كاين كذا. كتناقش معاه، كتجلس مع ولدك، كتحس به، ماشي ولدك فحال لي، يعني ماشي الهدف ديالك انه تشربو توكلو صافي، هذاك هي الحياه. هذيك ماشي، هذيك حياه البهائم حاشاكم، هذيك حياه البهائم. اما الولد خصك تستثمر فيه، خصك تزرع فيه القيم الحميده. انت فوقاش غتجلس مع ولدك، فوقاش غتنصح وليداتك، فوقاش غتقول له شوف قرا ولدي، قرا حتى يوصل البكالوريوس امتحان، الا ما قريتيش ولا ما عمل. خصكم تجلسوا مع ولادكم وتزرعوا فيهم ديك القيم اللي هما ايجابيين، باش ملي كيكون صغير فوقاش كيتزرع في هاد يعني في هاد السنوات، ملي كيكون المرحلة ديال المراهقة وكتزرع فيه ديك القيم من 10 سنين وانت كتطلع، كتزرع فيه الولد، كيبقى عاقل، ملي كيبغي يعمل شي حاجة كيتفكر الوصايا ديال الوالدين، كيتفكر النصائح ديال الوالدين، كيقول لا الوالد ديالي كان كيقول لي، الوالدة، كتبقى تفكر. أما إذا كانت غير ديك الرسميات بيناتنا، جلس، رجع، مشي اعمل امتحان، أوامر، اعمل هذه، لا، وجلس مع ولدك، وبنادم، والبشر،
وجلس مع ولدك، جلس مع بنتك، هضروا شوف فين عندهم النقص، فين عندهم الخلل، شوف ولدي واش ما كتقراش مزيان، شنو عندك، ما عجبتك شي القرايه، نعطيك تعمل شي ديبلوم، ما تعملش، ماشي حتى يفوت الحال عليك. تقرب من ولدك، ولدك دائما يكون في حال صاحبك، بوسه وعنقه وكذا، حس به دائما، ما تخليش يديك جسر التواصل، ما تخليش ديك البعد بيناتكم. حتى ولدك اذا بغى يتبلى بشي تبليه ولا بشي حاجه ولا كتحس بيه، دايما هو معك، دايما الصديق ديالك، نص ما تدخن او لا شي حاجه، دايما كيكون معك، ما تخليش يعمل شي حاجه اللي خايبه، دايما فاين صاحبي، بحال صاحبك تلعب معاه، نفس الشيء مع البنات وهكذا، دايما زرعوا فيهم الايجابيه، دايما حاولوا تقدموا لهم النصائح، ودايما ترشدوهم الخير الى اخره. ونفس الشيء بالنسبه للاستاذ عواد، الناس او الاساتذه والمسؤولين الى اخره، خصهم يعملوا الخدمه ديالهم. الاساتذه خصهم حتى هما ماشي غير يعلموهم وصافي، راه كاينه تربيه وتعليم. التربيه يعني كتربي التلميذ على الاسس وعلى الاخلاق، على المبادئ، على المواقف، على كتربيهم على شي حاجه اللي مزيانه، كتربيهم اول حاجه راه التربيه، عاد جا التعليم، عاد تعلموا. اما اذا كان غيمشي للمدرسه وتقول له هادي وهادي وهادي بلا ما تربيه، بلا ما تعرفوا كيفاش يجلس، كيفاش يعمل هادي، كيفاش يحلل، كيفاش، هذه هي الدراسه، هذه هي يعني اذا طاح في المشكله كيفاش يتعامل معها، كيفاش دائما الانسان كيخدم العقل ديالو، دائما كيفكر الى اخره، ماشي تقول له هادي صافي ياخذوها، دائما ما يكونش كيتبع القطيع بهذا المفهوم. خص الانسان تكون عنده مواقف، تكون عنده شي حاجه ثابته، ماشي الريح اللي كتجي تدي كما كيقولوا. دائما خص الانسان تكون عنده مواقف، يكون عنده الراي ديالو، صوته يسمع الى اخره، يعني تكون عنده واحد الهيبه، تكون عنده القناعه الشخصيه ديالو، يكون عنده الاختيار، القرار، اخذ القرار كذا الى اخره. من هنا كيطلعوا واحد الجيل اللي هو مثقف، واحد الجيل اللي عنده ثقه في النفس، واحد الجيل اللي تعول عليه، واحد الجيل اللي عنده قناعه انه يتخذ القرار ديالو بلا ما يتشاور مع شي حد اخر، يعني كيكون مقد قد المسؤوليه، ماشي انسان كبير تبارك الله وباقي ما عارفش شنو كيعمل، ما عارفش الهدف ديالو، ما عارفش علاش كيقرا، ما عارفش شنو بغى من هاد الدنيا، غير تايه، غير كيقرا حيتاش كيعمل الخاطر الوالدين. لا، خصك تحسو بالمسؤوليه، انت كاب ولا ام خصكم تحسوهم بالمسؤوليه، وتهتموا بهم، وتوريوهم وتوعيوهم وتساعدوهم وتسندوهم وترشدوهم الى اخره، دائما تكون محفز لهم، ما تسناش شي واحد يجي يحفز لك والدي، ما تسناش انه يجي شي حد يحفز الاولاد ديالك، دائما تكون بهم. اما على برا بالنسبه للمدرسه الى اخره، كيبقى داك الشيء قليل، يعني المدرسه راه ما عندهمش الوقت الكافي انهم يربيوا الولد ديالك تربيه كامله، هما كيساعدوه كيأطروا الى اخره، يعلموه الى اخره، ولكن انت خصك تعاون، راه كل واحد خصو يلعب الدور ديالو، الوالدين خصهم يلعبوا الدور ديالهم في الدار وفي المدرسه، عاود كاين الاساتذه. لكن اذا كان واحد كيعمل الدور ديالو، فاكيد هذا التلميذ ولا هذا الطالب غادي يضعف وما يكونش واحد الانسان قوي. اذا كان الوالد ديالو في الدار ما كيهتمش به، فالاستاذ كيشرح له، كيعمل المجهود ديالو، كيمشي للدار يسيب داك الدفتر وكانه لم يحدث شيء، كيجي من الدار وكيرجع غدا فحال السطل، فحال اللي عمره ما قرا. لكن اذا كانت واحد الرقابه، واحد العنايه، واحد الاهتمام من الوالدين، اجي يا ولدي شنو قريتي، واخا وان لم يكن لم يدرس، راه كاينين حنايا الوالدين ديالنا راه ما قراوش، رغم ذلك تجي شوف حفظ ولدي، اعمل واخا تهز غير دفتر يشوفو كيحفظ، كيسحب له مساكن راه كاصفر، المهم انت كتعمل المجهود ديالك. ملي كتلقى داك الاهتمام، حفظ ولدي، زيد ولدي ان شاء الله تقرا، ان شاء الله تعمل، ان شاء الله، يعني كيحفزو كيتشجع. ولكن اذا ما كنتوش كتهتم بولادك مره، ما مسوقش ليهم اقرا ولا كاع لا تقرا، يعني هذاك كيكون واحد خلل كبير صراحه، وغتخرجوا على وليداتكم غير بهذه الطريقه. دائما انسان تقرب من ولادو، ولدك هو استثمار لك، خصك تستثمر فيه. داكشي اللي ما بغيتيش تكون انت، يعني انت ما قريتيش ولا كان الحلم ديالك دكتور ولا بغيتي تكون شي حاجه، حاول ماشي تزرعوا، وانما حاول تستثمروا في ولادك، ماشي بالضروره انه يكون دكتور فحالك، ولكن حاول تعاونه وهو يتخذ القرار اللي بغى هو. اذا هذا ما كان في هذا الفيديو، باش ما نطولش عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الابتسامه في وجه اخيك صدقه.